حياكم الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة عبر هوا الإخبارية السورية، والتي نتحدث في ملفاتها عن وحداتنا المقاتلة، وحدات الجيش العربي السوري والقوى الرديفة المقاتلة في مدينة حلب، والتي تواصل عملياتها القتالية جنوب من مدينة حلب، والتي تتصدى ببسالة لهجوم المجموعات الإرهابية على عدد من النقاط، والإشاعات التي كانت تحاك من قبل الإعلام المغرض الذي هو شريك بسفك الدم السوري، وحول الدخول إلى كلية التسيح وكلية المدفعية، وهذه الأنباء التي هي عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. للوقوف على هذه التطورات الميدانية وماذا يجري في مدينة حلب وفي جنوب غرب هذه المدينة، يسرني أن يكون معي عبر الهاتف من دمشق العميد المتقاعد علي مقصود، الخبير العسكري والاستراتيجي. أسعد الله أوقاتك سيادة العميد. أسعد الله أوقاتك أستاذ عبد وعبدو، وتحية لك ولكل السادة المشاهدين الأكارم. نعم سيادة العميد، المصادر العسكرية كانت تقول بأن المجموعات الإرهابية باءت جميع جهودها بالفشل للمرة السابعة على التوالي خلال 48 ساعة من محاولة الوصول إلى كلية المدفعية وإلى كلية التسليح، وفشلت في كسر الطوق المفروض على الإرهابيين في الأحياء الشرقية من مدينة حلب. أريد من حضرتك أن تضعنا في سير العمليات العسكرية لو سمحت. في الحقيقة نحن أمام مرحلتين أو جولتين في هذا اليوم من العمليات الهجومية لهذه الفصائل الإرهابية على محور الكليات. فالجولة السادسة بدأت منذ صباح هذا اليوم وانتهت حوالي الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم، وكانت النتيجة خسائر كبيرة لهذه المجاميع الإرهابية واندحارهم على سور، يعني تكسر هذه الهجمات على أسوار هذه الكليات. ولكن بعد أن يعني عادوا منهزمين كرروا الهجوم عبر المرحلة أو الجولة السابعة، وكانت بعد الساعة التاسعة، أي كان هناك وقفة تعبوية استراحة لمدة ساعة، ومن ثم بدأوا باستخدام تعزيزات من عدة مناطق ونفذوا هجوما يعني كثيفا على عدة نقاط لرجال الجيش العربي السوري، وأيضا باتجاه الكليات. وأنا يعني أريد أن أدقق، ليست المشكلة بأن هذه المجاميع الإرهابية دخلت إلى أحد المناطق أو أحد الكتل في هذه الكلية أو تلك. هل هناك قدرة لدى هذه المجموعات المسلحة بأن تحكم السيطرة وتثبت مواقعها في هذه الكليات؟ أنا أتحدى هذه المجاميع الإرهابية أن تصمد حتى صباح هذا اليوم. يعني المناطق التي دخلت إليها هذه المجموعات المسلحة، الزاوية الجنوبية الغربية لكلية التسليح، وأيضا الزاوية الجنوبية لكلية المدفعية، حيث موقع لكتيبة البيانات التي يسموها كتيبة المدفعية، وهي في الحقيقة كتيبة البيانات. حاليا كلية المدفعية تقريبا بأكثر من 90% 95% من النقاط التي دخلها المسلحون استعادها الأبطال الحامية، وخاصة أن يعني الحامية في هذه الكليات وصلتهم تعزيزات من الرجال الأشاوس، وسيكون هناك طعم جديد وصورة جديدة لهذه المواجهة خلال الساعات القليلة القادمة، التي ستسحق كل هذه المجاميع الإرهابية وستتحول أسوار الكليات، المدرسة الفنية الجوية وكلية المدفعية وكلية التسليح، أسوار هذه الكليات ستتحول إلى مقابر
لهذه المجاميع الإرهابية. نعم سيادة العميد، عندما نتحدث عن هذا المحور كلية المدفعية وكلية التسليح والكلية الفنية الجوية، هذا المحور لماذا تصر التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها اليوم باختراق هذا المحور لفك الطوق اليوم عن المنطقة الشرقية؟ هنا نتساءل لماذا لا يتم استخدام من قبل هذه التنظيمات محور آخر؟ هل هو نتيجة لضعف ما في هذه النقاط أم لأن الإمداد من قبل التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، تحدث عن تركيا، هي من هذا الشريان حقيقة باتجاه الراموسة وباتجاه أيضا صلاح الدين للوصول إلى المنطقة الشرقية؟ لاحظ بالنسبة إلى اختيار هذه الزاوية الجنوبية الغربية لمدينة حلب لتكون جبهة هجوم لهذه المجاميع الإرهابية باتجاه أحياء حلب الشرقية لكسر هذا الطوق، جاء في أعقاب إغلاق الزاوية الشمالية بشكل كامل وقطع كل خطوط الإمداد باتجاه أحياء حلب الشرقية عبر السيطرة على حي بني زيد وأيضا منطقة المعامل في الليرمون وأيضا في الخالدية، كذلك هناك سيطرة على مزارع الملاح وطريق الكاستيلو الذي يعتبر الشريان والطريق الدولي الذي يخرج من أحياء حلب الشرقية باتجاه غازي عنتاب إلى تركيا. ولذلك اختيار هذه الزاوية في الحقيقة له سببين أو عاملين أساسيين. العامل الأول أن هذه الزاوية الجنوبية الغربية هي على اتصال مباشر مع الريف الشمالي لمدينة إدلب، حيث تم استخدام أكثر من 80% من هذه التعزيزات ومن هذه الحشودات التي تجاوزت 5000 بل 6000، و3000 الأخرى جاءت من مناطق أخرى على الحدود السورية التركية من الجهة الغربية باتجاه خان العسل وباب الهوى وعفرين وغير ذلك. فلذلك اختيارهم لكي يكون هناك إمكانية لتواصل عملية الإمداد اللوجستية وإيصال التعزيزات باستمرار. هذه الزاوية كما تتصل أيضا بالريف الشمالي لمدينة حماة. العامل الثاني أن كلية المدفعية وانطلاقا من التسمية التي أطلقوها على هذه العملية غزوة إبراهيم اليوسف، وإبراهيم اليوسف هو المجرم الضابط الذي ارتكب جريمة كلية المدفعية بحق طلاب الضباط عام 78، ولذلك هناك إصرار واستشراس واستماتة في السأر من قبل هذه المجاميع الإرهابية التي نفذت الهجمتين تحت مسمى جبهة فتح الشام، وهي جبهة النصرة الإخوانية. لأن العملية الإجرامية التي ارتكبت بكلية المدفعية كانت من قبل تنظيم الإخوان المسلمين. طيب ابقى معي سيادة العميد، لو سمحت سيادة العميد علي مقصود ومشاهدينا الأكارم، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي أيضا الذي ينضم إلي عبر الهاتف من دمشق، الدكتور حسن الخبير العسكري والاستراتيجي. أسعد الله أوقاتك دكتور. صباح الخير لك ولجميع السادة المتابعين. اليوم وسائل الإعلام المشاركة بسفك الدم السوري تشن حربا نفسية واسعة على قنواتها وتبث صورا ومقاطع فيديو للتأثير على معنويات المواطنين وتضليل الرأي العام. اليوم كما نقول، ودعني أقولها بكل صراحة، لم ينقص اليوم بعض القنوات العربية إلا أن تضع لوجو يخص تنظيم داعش الإرهابي على شاشاتها. وهل يتوقع عن أحد يمتلك الحس الوطني والحس الإنساني وحس السيادة والكرامة أمرا آخر؟ يعني متى كانت هذه القنوات بعيدة عن الاشتراك والانخراط والتورط في سفك الدم السوري؟ يعني الموضوع الأساس ليس ما تبثه تلك القنوات، ولكن كيف يمكن الرد عليها عندما يتحدثون ويشتركون وينخرطون في مثل هذه الحرب النفسية. هنا يأتي دور إعلامنا الوطني التركيز أيضا على الجانب الآخر. يتحدثون عن دخولهم إلى الكليات بغض النظر عن مدى دقة الكلام،
أين الحديث عن الخسائر التي منوا بها وباعترافاتهم؟ يعني هناك أكثر من رواية وفق يعني وسائل التواصل أو مواقع التواصل الاجتماعي، أقل رواية تقول بأنهم قد خسروا 1000 قتيل. لماذا لا يتم الإضاءة على هذه النقطة؟ هذا الأمر. الأمر الآخر، الحرب التي فرضت على الدولة السورية عبر تاريخ البشرية لم تشهد على الإطلاق أكثر من هذه الحرب، وبالتالي هي حرب مركبة، هي حرب تقليدية، لأن الجيش لا يواجه على الإطلاق مجرد عصابات، بل يواجه عبارة عن جيوش وجحافل من الإرهاب المنظم والمدرب والمجهز يعني المزود بكل أنواع الأسلحة. يعني المعارك التي تدور في هذه الأيام في جنوب حلب وغرب حلب، ما شو مع المجامع المسلحة؟ دبابات، بأمبيات، مدافع ميدان ثقيلية 130 82 57، عربات رباعية الدفع مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة، فضلا عن أن معطيات الأقمار الصناعية الأطلسية مكرسة لخدمتهم. إذا نحن نتحدث عمليا عن جيش العربي السوري والقوى الرديفة مقابل جيوش من الإرهاب المنظم الذي يديره ويشرف أو يديرها ويشرف عليها خبراء وضباط استخبارات أطلسيين وخليجيين وغير ذلك. ومع هذا يعني واهم من يظن بأن هناك في تاريخ البشرية حرب كل معاركها إنجازات وانتصارات. نحن لا نريد أن يعني تهوين من الوضع ولا التهويل بآن معا، طالما أن هذه هي طبيعة الحروب، والحرب المفروضة على الدولة السورية توصف بأنها من الحروب المزمنة. وعندما أقول من الحروب المزمنة أي أنها قد يعني تشهد تغيرات متعددة. نقطة ثالثة والأهم، أتمنى من جميع الإخوة المتابعين يعني ألا ينصب أي منا نفسه مكان القائد الميداني. لكل معركة تكتيكاتها، لكل معركة وسائل يعني خوضها، لكل معركة طبيعتها. أنا أو أنت أستاذ عبدو أو سيادة العميد علي أو أي متابع يعلم جزءا من الحقيقة، لكن من الذي لديه كل المعلومات؟ هو القائد الميداني، القائد المباشر المكلف بهذه المهمة. ولذلك عودك نعم تفضل. لذلك المتابع يدرك بأن هؤلاء القادة الميدانيون قد عودونا فعلا بأنه بغض النظر عن حجم الألم عن التضحيات، لكن في نهاية المطاف تكون النتيجة مشفوعة بالنصر وبالنصر الحتمي. دخول هذه المجاميع إلى داخل هذه الكلية أو تلك لا يعني على الإطلاق نهاية يعني معركة، والمعركة لا تعني نهاية حرب. وأحداث اختراق في هذا المحور أو ذاك عندما يتم الزج بقوة ووسائط يعني غير متوقع، الأمر الطبيعي أن يلجأ القائد الميداني لإعادة التموضع حفاظا سواء كان على يعني الأحياء أو المقاتلين، أو لتحقيق أو يعني لاتخاذ ترتيب قتالي جديد يمكنه من الصمود ومن التعامل مع تداعيات الوضع المتشكل بأقل خسائر ممكنة. لذلك بالعكس أنا ما أرى بأنه في حال استطاع الجيش يعني سلاح الطيران والمدفعية التعامل مع الأنساك الخلفية، وأشدد على هذه النقطة يعني الموجة التي تتقدم كما أشار السيد العميد قبل قليل هذه هي الموجة السابعة التي يعني من هذا الهجوم. الأعداد التي يتم الزج بها مهما أوتيت من خبرات قتالية ومن دعم يمكن التعامل معها، المهم قطع التواصل مع العمق الاستراتيجي. يعني من أين تأتي هذه الإمدادات؟ هل تهبط من السماء؟ بكل تأكيد لا. هل تنبع من الأرض؟ بكل تأكيد لا. إذا هناك مناطق جغرافية واضح يعني القسم الأعظم يأتي منها من خلال يعني عمقها الموجود في إدلب أو العمق التركي وإن كان أقل. إذا استطاعت وتم التعامل مع الأنساق والأرتال التي يتم الزج بها لتقديم المؤازرة والمساندة، على العكس تماما تصبح يعني رأس الحربة المتقدم عبارة عن قوة محصورة بين سدين ناريين. السد الأول هو ما تحدثه قذائف المدفعية والطيران من خلال استهداف المؤخرات والمجنبات، والسد الأول ومن خلال وجود القوات المكلفة بمهمة الدفاع عن هذه المناطق. سيادة العميد لو سمحت لي دكتور حسن ابقى معي. نعم. القضاء المبرم على القوى المتقدمة. طيب دكتور حسن لو سمحت تفضل بالبقاء معي. أعود إليك سيادة العميد علي مقصود. استمعت إلى ما قاله الدكتور حسن. بالفعل كان هناك تكتيك عالي المستوى من
من قبل وحدات الجيش العربي السوري بعد سيطرتها على مزارع الملاح وعلى أيضا التقدم باتجاه حندرات وعلى سيطرة على تلة بني زيد وهذه التلة الحاكمة التي كان لها خصوصية كبيرة. قام الجيش العربي السوري بتقطيع أوصال هذه النقاط، وكما تفضل الدكتور حسن كان هناك سد ناري، أي تم فصل بعض الكتل عن بعضها الآخر منعا لسقوط هذه النقطة إذا كان هناك هجوم كبير من قبل هذه التنظيمات الإرهابية. هذا من جهة التكتيك. اليوم عندما نتحدث عن التكتيك العالي المستوى، نحن في حالة حرب، هذا ما أريد من حضرتك أن نوضحه بشكل تفصيلي أكثر للمواطن. هناك القادة الميدانيين يدركون حقيقة طبيعة هذه المعركة وأهمية هذه المعركة والوسائل التي يجب أن يتخذوها في هذا المضمار بالتحديد. إذن لو خسرنا نقطة لا يعني ذلك بأن خسرنا المعركة بشكل عام، ولو خسرنا معركة لا يعني أننا خسرنا حربا في هذه النقاط. أهمية هذا الكلام أريد من حضرتك أن نوجهه بشكل تفصيلي للمواطنين. صحيح ما تفضل به الزميل الغالي الدكتور حسن، صحيح. والسبب أو العامل الأساسي والأول في فشل كل هذه الهجمات وتحقيق الإنجازات والنجاح من قبل رجال الجيش العربي السوري في الزاوية الجنوبية أنهم أقاموا دفاعا عميقا، دفاعا تتحصن فيه وتتحشد أو تتموضع فيه القوة الرئيسية في الخلف، وبالتالي يتم استخدام القتال التراجعي لاستدراج هذه المجاميع الإرهابية، خاصة أنها ترسل في مقدمة هذه الموجات الهجومية الانتحاريين عبر عربات مدرعة أو عربات دفع رباعي أو غير ذلك. ولذلك فعلا القائد الميداني الذي يرصد من أرض الميدان ومن طبيعة المواجهة فهو من يتخذ القرار إن كان بالتراجع أو بالمواجهة مباشرة حتى تجديدهم الخسائر الكبيرة وإيقافهم على الحد الأمامي. لذلك عندما تكون الأعداد كبيرة ويستخدمون العمليات الانتحارية يجب أن تستخدم الإغراء والتضليل بهشاشة وضعف النسق الأول لكي تستدرجهم إلى هذا العمق في البنية الدفاعية التي أقامها الجيش، ومن ثم في جيوب نارية لتبدأ عملية الانقضاض وتحطيم هذه القوات. وهذا ما نفذه الجيش لمواجهة هذه الموجات الانتحارية، وخاصة في نهاية الموجة السادسة كان الصبيب الأخير صبيبا انتحاريا بعدة عربات، ولكن رجال الجيش دمروا معظمها وتعاملوا مع كل هذه العمليات الانتحارية. إذن نحن أمام عمليات نوعية. وأيضا عندما تحدث عن إقامة سد ناري، في الحقيقة هذا ما نفذه الجيش العربي السوري في هذا اليوم. قام سلاح الجو بقطع رأس هذه القوة الهجومية بنيران سلاح الجو، ومن ثم ترك بطن هذه القوات لسلاح المدفعية ليتعامل معها ويدميها، وانتقل سلاح الجو الطيران الحربي إلى ذيل هذه القوات، أي إلى قاعدة اللوجستيك الإمداد وتقديم التعزيزات، إن كان في معرة النعمان، إن كان في الزربة، إن كان في ريف حماه الشمالي، في عدة مناطق تتقدم منها تستخدم منها التعزيزات ضربها. وهنا بدأت المواجهة العملية الدفاعية التي قدم لها سلاح حوامات الدعم الناري دعما بالنار، ودمروا العديد من الدبابات والعربات الانتحارية. فلذلك نعم هذا التكتيك وهذه المهام هي من أفشل كل هذا الهجوم، لأن سلاح الجو عندما يستخدم الضربات الإجهاضية والاستباقية في مواجهة تحرك هذه الهجمات وهي في حالة الأرتال، وأيضا عندما يضرب مناطق الانطلاق لهذه الهجمات ويكبدها خسائر كبيرة، يدمر مقرات قياداتها، هذا ما أدى بهذه الفصائل الإرهابية
أن تتحول من مرحلة التنسيق والتكامل إلى مرحلة التشتيت، لأن مقرات القيادة ضربت والعديد من القادة قتلوا. طبعا وهذا باعترافهم سيادة العميد علي مقصود، باعتراف القنوات المغرضة والاعتناف وباعتراف هذه الدول الداعمة لهذه التنظيمات الإرهابية. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم سيادة العميد المتقاعد علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معي في هذه التغطية عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أيضا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الدكتور بسام أبو عبد الله مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية. أسعد الله مساءك دكتور. مساء الخير. مركز دمشق فقط استاذ مدير مركز دمشق، اهلا وسهلا بك استاذ العلاقات الدوليه بجامعه دمشق. اهلا وسهلا بك استاذي الكريم. اليوم العمليات القتاليه لوحدات الجيش العربي السوري مستمره، ورجال الجيش العربي السوري ومن خلفهم ايضا صمود لاهالي مدينه حلب مصممون على دحر هذه التنظيمات الارهابيه رغم الحرب الارهابيه الكونيه التي تشن اليوم على هذه المدينه بتوافقات دوليه. هنا اريد ان اسال حضرتك استاذي الكريم، مشاريع الدول الداعمه بشن حربها على حلب وعلى أهلها، هل يمكن أن نقول بأن يمكن أن يحققوا هؤلاء المرتزقة مأربهم إن كان ليس ميدانيا سياسيا؟ يعني أولا طبعا مساء الخير لك والمسؤولين في كل مكان. بالتأكيد الكل يتابع البعض بقلق والبعض، لكن نحن على ثقة تامة بأبطال الجيش العربي السوري وبالحلفاء في معركة حلب. ولكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه، هذه الهستيريا التي نشاهدها أمام أعيننا، هناك هستيريا حقيقية يعني، ولماذا هذه الهجمات المتواصلة تقريبا 6 إلى 7 هجمات يعني متتالية بأعداد كبيرة جدا؟ ولهذا أود أن أشير، وكان زملائنا العسكريين يتحدثون عن الجانب العسكري وهم أكثر خبرة طبعا بالتأكيد لنا في هذا الجانب، لكن في الجانب السياسي نحن أمام لحظة يعني مفترق طرق مهم جدا للغاية ما يجري الحديث عنه. طبعا لماذا شراسة هذه المعركة؟ هل هي قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بطرسبورغ ولقائه بالرئيس بوتين وهو اجتماع مفصل وهام ولقاء قمة؟ هل هو مع إرهاصات بدء تحولات في الموقف التركي كما تشير الكثير من الأوساط، وبالتالي هناك بعض الأوساط الإقليمية التي تعتقد بأنه إذا حدث هذا التحول في الموقف التركي والتقديرات تقول بأنه سيحدث، هذا سيؤدي إلى انقطاع يعني السعودية، سيصبح موقفها صعب على صعيد المنطقة وسيصبح تأثيرها أقل، ولهذا قد تجد هذه الشراسة الغير معهودة على الإطلاق. نحن نتحدث عن طبيعة عمليات عسكرية غير مسبوقة على الإطلاق فيما يتعلق بالزج بكل هذا العدد الكبير من الإرهابيين والمرتزقة بعمليات انتحارية وبهستيريا إعلامية لم يسبق لها مثيل، والهستيريا الإعلامية تجدها على القنوات العربية والجزيرة وكل هذه القنوات التي منذ سنوات تكذب. لكن الكذب أيضا حتى تقديم الواقع يجب أن يعني على الأقل يعني ينحو إلى نوع من الخلف، لكن هناك كذب مفضوح وهناك حرب نفسية شرسة تخاض الآن على أهلنا في حلب وعلى الشعب السوري بشكل عام، وهو أمر اعتدنا عليه منذ سنوات، لكن الآن نلاحظ أن هذه المعركة هي المعركة الاستراتيجية الحاسمة كما قلت في ظل تحولات قد تحدث. نحن أمام انتخابات أمريكية جديدة، ونحن أمام احتمالات تحول كبيرة في الموقف التركي، ونحن أمام إفلاس قد يكون سعودي في اليمن وسيتبعه إفلاس في سوريا، وبالتالي هذا سيؤدي إلى يعني هزيمة منكرة للسعوديين ما لم يقرأوا التحولات التي تجري في المنطقة. ومن هنا قد تبدو لي أن يعني هذا الصراع الأقليمي الذي يتمثل في هذه المعارك الآن في حلب الأقليمي والدولي إن شئت، الأمريكان عبروا عن انسحابهم من كل التعهدات وما تحدثوا عنه عن اتفاقيات وتفاهمات مع موسكو، واضح أنها أصبحت يعني خلف الظهور ولا يوجد على الإطلاق أي مؤشر، بل بالعكس رئيس باراك أوباما يتهم رئيس بوتين وواشنطن تتهم موسكو، ويعني يحاولون إلقاء التبعات على الروس. لكن واقع الميدان يشير إلى أن يعني إلى أن هناك تحولات، أنا هذا تقديرات يعني تقريبا أن هناك تحولات سياسية في مجالها في المرحلة القادمة، لذلك من هنا تبدو شراسة المعارك بهذه يعني بدون توقف، خلال ساعات ينتهي موجة من هجوم ثم تأتي موجة أخرى، وهو نوع من يعني أولا هناك استنزاف بالتأكيد كبير لهذه القدرات لقدرات هؤلاء المرتزقة والمجموعات المسلحة، وواضح أن هوية هذه الهجمات لم يعد بإمكان أحد من يسمي نفسه معارضة، هو إما بتيار الإخوان والتكفيريين وهذا الأمر واضح حتى من تسمية ما سمي بغزوة المجرم أحمد يوسف
وغيره. هذه التسمية لم يعد لأحد من يتحدث عن ديمقراطية وحقوق الإنسان وحريات، هذه أصبحت يعني كلمات يعني أصبحنا نخجل أن نتحدث عنها. نحن أمام معركة وطنية وملحمة وطنية كبرى يقودها الجيش العربي السوري في وجه هذا المشروع الإخواني التكفيري الوهابي، هذه هي حقيقة المعركة. دكتور بسام، سأعود إليك للتحدث عن التحولات في الموقف التركي وإسناد دور إدارة العمليات في المنطقة الشمالية للقطري والصراع الإقليمي الدولي. أعود إليك دكتور حسن، هناك كان أعداد كبيرة جدا من هذه التنظيمات الإرهابية، وهناك أيضا كان هناك انغماسيون بأعداد هائلة جدا، الشيء الذي لم يكن تتبعه هذه التنظيمات الإرهابية. اليوم هناك أكثر من 10 مفخخات إلى 20 مفخخة يكون في الهجوم الواحد على محور محدد في المعارك التي سبقت معركة حلب. كنا نشاهد أن يكون هناك دائما انغماسي واحد، أو يكون هناك سيارتين أو عربتين مفخختين باتجاه المناطق التي يريد تحقيق هدف من خلالها. هذه الهجمة الشرسة والمجاميع الكبيرة من هذه التنظيمات، وخاصة من منطقة إدلب باتجاه مدينة حلب، كيف تنظر إليها؟ يعني بالبداية أتوقف أو أتباين قليلا مع ما تفضل به الدكتور بسام حول موضوع انكفاء الدور التركي. أنا أرى العكس تماما، يعني عندما نتحدث عن الفصائل المتورطة أو المشتركة في هذه الحرب، أكثر الفصائل الحزب التركستاني، كتائب خير الدين زنكي، الفرقة الوسطى، الفرقة الشمالية التي هي ترعى بشكل مباشر من قبل نظام أردوغان بشكل مباشر، وبالتالي انكفاء الدور التركي أنا لا أراه أكثر من موقف إعلامي، وهذا التصعيد هو ما يؤكد على أن أردوغان هو بحاجة ماسة لأي ورقة يأخذها معه إلى لقاء السيد فلاديمير بوتين. في هذا الإطار يمكن أن أوصف ما حدث وما يحدث، وموضوع عودة الخطاب الأمريكي إلى التصعيد هو ما يؤكد هذا الكلام، لأنه ليس هناك من مشروع تركي مستقل ولا مشروع سعودي مستقل، كلاهما عبارة عن يلعبان دورا وظيفيا في المشروع الصهيوني الأمريكي الذي عنوانه الأبرز هو تفتيت المنطقة برمتها. وبالتالي من هنا أشدد على أن ما حدث لا يعني نهاية المطاف، حتى لو استطاع الجيش العربي السوري وإن شاء الله سيستطيع اليوم سحق هذه المجاميع الإرهابية، أنا أحذر من أن إمكانية العودة للهجوم بوتائر عنيفة في الساعات القليلة القادمة أو الأيام القليلة القادمة تبقى قائمة وتبقى مرتفعة، لأن التركي بحاجة إلى أي ورقة، والأمريكي أيضا الذي هو المايسترو الذي يقود الجميع بحاجة إلى ورقة لكي يقول بأن الأمور ما تزال يعني ما يزال يستطيع أن يخلط الأوراق برمتها من جديد. هذا أمر. الأمر الآخر موضوع يعني زيادة منسوب الهجمات الانتحارية أو ما يسمونهم الانغماسيين، هذا الأمر يعني متوقع، كلما اقتربت الحرب من نهاياتها أو من يعني الذروة كلما كانت التصعيد أشد. ما الذي يمكن أن يتوقع أي قائد ميداني في ظل القدرات التي أثبتها الجيش العربي السوري والقوى الرديفة؟ وهنا أشدد على موضوع القوى الرديفة في مثل هذا الالتحام المباشر. لماذا؟ لأنه عندما يكون هناك عمليات ميدانية ويصبح هناك التحام يعني بشكل مباشر، كل ما له علاقة بالأسلحة الثقيلة يتم تحييده. يعني عندما يكون هناك اشتباكات مباشرة لا سلاح الطيران بيصير قادر يقدم خدمة، ولا المدفعية ولا الصواريخ، كل الأسلحة الثقيلة تصبح وراء ظهر. لذلك هنا يأتي دور المقاتل النوعي الكفو المدرب القادر فعلا المؤمن بالقضية التي يقاتل من أجلها، هنا يأتي هذا الدور. مقابل هذه العقيدة الإيمانية الكفاحية الوطنية الإنسانية لابد من أن يكون هذا العدو شيء مقابل ما يسمونه المقابل الموضوعي أو الخيار لمواجهة ذلك. ما هو الخيار المتوفر لديهم؟ فقط من خلال هؤلاء الانغماسيين. لذلك هم أرادوا أن يقولوا بأنه كما أن هناك مقاتلين نوعيين متمتعين بعقيدة قتالية، وكما أن هناك رجال في الجيش العربي السوري متجذرون في انتمائهم الوطني، لا يمكن التعامل مع مثل هذا التجذر ومثل هذا الإيمان إلا بما يناقضه. ما الذي يناقضه؟ على طرف النقيض تماما هؤلاء الانغماسيون الذين يعني لا أحد منهم يذهب لكي يموت يعني حبا بالموت، وإنما ولا أصلا حبا بلقاء السيد الرسول صلوات الله عليه، وإنما ليلتقي بالسيد
70 حوريه، وخاصه انه هذا المحيسني حط لهم 3 حوريات اضافيه صاروا 73، ووعدهم بان كل من يموت ستبصق تلك الحوريات في فمه عسلا. نعم يعني هذا دكتور حسن لو سمحت لي، عدد الحوريات بعد ان افتوا لهم اصبح الان 76 حوريه لكل ارهابي يقوم باي عمليه انتحاريه. ابقى معي لو سمحت، اعود اليك دكتور بسام. في ظل ما تفضلت به وكان يخالفك بالراي الدكتور حسن حسن من ناحيه انكفاء الدور التركي، هل هو على خلفيه زياره وزير الخارجيه وزير الدفاع القطري الى تركيا منذ 15 يوما تقريبا؟ هل اليوم تعطى سده اداره هذه المعركه في المنطقه الشماليه للقطري نتيجة انشغال أردوغان بالوضع الداخلي، أم أن الموضوع يبقى بروباغندا إعلامية؟ لا أنا أعتقد، لا سأتباين مع الدكتور حسن طبعا، لا ما في شك أن كل طرف طبعا إقليمي أو دولي يريد المحافظة على ما تبقى لديه من أوراق، لكن أردوغان بالتأكيد هو مضطر بحكم الجغرافيا السياسية لأنه يجب أن ننتبه من الذي يجري في الشمال السوري. الآن هناك انشغال في معركة حلب بالتأكيد وهي معركة مركزية، لكن منبج تمكنت قوات التحالف من بدعم ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية من إنجاز يعني إنهاء الوضع في منبج، وهو ما يعني بالتأكيد محاولة إنجاز الكنتون الكردي في شمال السوري، وهو الهدف الاستراتيجي الأساسي للولايات المتحدة الغرب، وهو أمر يترافق مع ما يجري في الشمال طبعا موضوع شمال العراق وشمال سوريا، وهذا أمر يحاولون فرضه كأمر واقع. هنا تجري عملية التقسيم لأن الأطراف منشغلة سواء الأقليمية، وهذا سيجبر تركيا على تغيير مواقفها مضطرة، هذا من جانب. ومن جانب آخر الانقلاب الأخير الذي حدث في تركيا بالتأكيد حدث انقلابات جذرية ستظهر في السياسة التركية بشكل يعني في مرحلة يعني قريبة، البعض قد لا يتابع ما الذي يجري داخل تركيا. هناك تحولات كبيرة سواء في الرأي العام في داخل الحزب الحاكم، داخل أحزاب المعارضة، سياسة تجاه سوريا، كل ذلك سنراه. لذلك أنا أعتقد أن تصعيد هذه المعركة هو قبل اللقاء بين أردوغان وبين الرئيس بوتين، وبالتأكيد هو أشار إلى أنه سيمتلك أوراق. أنا لا أعتقد أن هذه الأوراق هو أن كل هذه القوة تستنزف في هذه الحرب، لكن الكل يدرك أن الأمور تسير باتجاه قد يكون تسويات. هذا الأمر يقلق الولايات المتحدة الأمريكية ويقلق السعودية أكثر، وقبل أيام وزير الخارجيه السعودي هدد تركيا بشكل مباشر، وهذا التصريح لم ينشر عندما قال بانه اذا حول اردوغان يعني ثقله باتجاه العلاقه مع روسيا وايران واغلق الحدود مع سوريا او حول سياساته التي نفذها تجاه سوريا، فهذا سيكون له تداعيات خطره على تركيا في الداخل، وهو تهديد مباشر للاتراك. الان سبب التحول الذي قد نراه في الموقف التركي هو مجموعة عوامل ترتبط بالمشروع الكردي، وهو المشروع الأساسي الذي يعني تقوده الولايات المتحدة والغرب في شمال سوريا وفي جنوب شرق تركيا وفي شمال العراق لإقامة كردستان الكبرى، وهو المشروع الأساسي الغربي الذي يعتمد عليه. كل ما يجري الآن من معارك، طبعا معركة حلب هي مفصلية أيضا في هذا الجانب لأنها يمكن أن تعطل هذا المشروع تمنعه أو أن، لكن الموقف التركي يعني أنا أميل كثيرا إلى أن هذا الموقف سيتغير جذريا بعد اللقاء بين الرئيس بوتين وبين أردوغان. بالتأكيد طبعا الأطراف لن يرموا كل أوراقهم دفعة واحدة، لديهم بعض الأوراق أن يستثمروها في هذا. أشكرك ضيفي الكريم. نعم دكتور بسام، أنا آسف لضيق الوقت انتهى، أريد أن أشكرك ضيفي الكريم، كنت معي عبر الهاتف من دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، شكرا جزيلا لك. بأقل من دقيقة دكتور حسن، كيف ترى اليوم تسير المعارك في مدينة حلب؟ أريد أن أعطي هذا يعني صبغة لهذه العمليات، لا نريد أن نهول ما يجي اليوم، نريد هذا الكلام بحقيقته، نريد أن نضعه للمشاهد بشفافية لو سمحت بأقل من دقيقة. فقط جملة واحدة، يعني ما الذي يعطيني أنا كمتابع ضامن أن كل ما يتم بثه في الإعلام الموقف التركي وغيره ليس جزء من التمثيليات التي اعتدنا عليها في دافوس وفي ما يتعلق بالسفينة كسر الحصار على غزة؟ ما يتعلق بسؤالك الكريم، ما يحدث أو طبيعة المعارك أنها ضمن الإطار الطبيعي لمثل هذه الحرب المركبة، قد يكون هناك تقدم، قد يكون هناك تعثر في مكان ما،
في نهاية المطاف الأمر متروك للقادة الميدانيين، وأتمنى ألا ينصب كل منا نفسه قائدا ميدانيا ليدير المعركة وهو قاعد تحت المكيف أو أشكرك. يلعب على الفيسبوك. ما يحدث لا شيء يدعو إلى القلق، المهم الأمور في خواتيمها، معطيات ومؤشرات الواقع قراءتي الذاتية أكثر من مطمئنة، هناك قلق لكن لا يوجد هناك خوف على الإطلاق. نعم، أشكرك ضيفي الكريم في هذه التغطية الخاصة الدكتور حسن حسن الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا الأكارم أيضا الشكر موصول لكم على كرم المتابعة، كنا معكم في هذه التغطية الخاصة حول سير العمليات العسكرية المتواصلة من قبل وحدات الجيش العربي السوري في مدينة حلب، وعن الإعلام المغرض الذي كان يقدم أشياء وصور ووثائق هي غير حقيقية عن وصولهم إلى إحدى النقاط. والحمد لله رب العالمين، ثقتنا برجال الجيش العربي السوري تطال عباب السماء، والرحمة لشهداء الوطن وشفاء العاجل لجرحانا، وكل تحية لكم، إلى اللقاء.